إخواني وأخواتي، مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم معنا وحلقة الحلقة الصحية إن شاء الله من برنامجكم من عمان اليوم، وموضوعنا الأنيميا المنجلية. إخواني وأخواتي، مثل ما ذكرت في التقديم، مؤشرات الأنيميا المنجلية طبعا مطابقة للمؤشرات الخليجية والعالمية، لكن كذلك بسبب المرضى التي تنتج بسبب الأنيميا المنجلية، المشاكل الصحية التي تظهر على المصاب بهذا المرض، انعكاسها كذلك على جودة الحياة التي يعيشها وانعكاسها على أسرته، على مجتمعه، كيفية هل هنالك مثلا طرق وقاية من تقليل الإصابة بأنيميا الدم المنجلية، هل مثلا فحوصات معينة خاصة فحص ما قبل الزواج، هذه ممكن من الطرق التي قد تحد مثلا من معدل ظهور هذه الحالات، كيفية التشخيص، طرق العلاج، ومواضيع أخرى إن شاء الله مرتبطة بهذا بنناقشها. وضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، أخصائي علم الجينات والوراثة الجزيئية، المركز الوطني للأمراض الوراثية المستشفى السلطاني. حياك الله أخي الكريم. الله يحييك دكتورة، أحب أمسي عليك وأمسي على السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقتنا نافعة بإذن الله. إن شاء الله دكتور مسلم، هذا طبعا المتعود منكم زملائنا في هذا المجال. دكتور مسلم، أول شيء أنا في التقديم والتقديم الثاني ذكرنا على الإحصائيات، خلينا نكون واقعيين ونطرح هذا الموضوع. بلا شك، طبعا الأنيميا المنجلية بداية هي أحد أمراض الدم الوراثية، وهي من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في السلطنة، ولذلك وجدت اهتمام كثير من ضمنها إجراء الدراسات من أجل معرفة الإحصائيات. الإحصائيات اللي على أساسها راح تبنى سياسات التدخل. إحنا عندنا بشكل عام من بين كل 1000 ولادة حية هناك 3.5 إلى 4.7 احتمالية ولادة الطفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية. عندنا 10% من العمانيين يحملون جينات مرض الأنيميا المنجلية، و3% من المصابين. هذه إحصائيات اللي تخص، وهذه مؤشرات يعني تعتبر بالفعل ما هي شوية. صحيح. وتنذر وتقول يا جماعة خلونا نشوف هل هنالك بدايات ممكن الواحد أنه يقيها يتجنبها على أساس ما نوصل هالمؤشرات. دكتور، هو يعتبر من أمراض الدم الوراثية. نعم. خبرنا عن المسببات، دور الوراثة فيه، كل هذه المعلومات. صحيح. يعني ببساطة هو اللي يحصل الخلل، الطفرة اللي تؤدي إلى حدوث الأنيميا المنجلية، هي طفرة تحدث في بروتين المكون للهيموغلوبين. الهيموغلوبين عبارة عن يعني 6 مكونات رئيسية: الحديد ومادة الهيم، ومحاط بأربع بروتينات اللي هي 2 منهم الألفا و2 منهم البيتا. عندما يحدث خلل في السلسلة الأمينية المكونة للبيتا، أي يعني يتم تبديل حمض أميني بحمض أميني آخر نتيجة الطفرة اللي حصلت، هنا يتحول شكل الخلية الحمراء القرصية المرنة اللي لها دور كبير لمادة الهيموجلوبين في نقل الأكسجين لأطراف الجسم، تصبح منجلية الشكل وتزداد لزوجتها، وبالتالي لن تتمكن الخلية الحمراء من أداء وظيفتها بشكل تام عن طريق توزيع الأكسجين للأطراف، ويكون شكلها يتحول إلى شكلها منجلي أو هلالي، ولذلك أطلق عليها الأنيميا المنجلية أو سيكل سيل ديزيز. الإشكالية أن الخلية الحمراء تفقد قدرتها على الوظيفة. معظم الأعراض اللي تنتج من هذه الإشكالية، اللي هي إشكالية الأنيميا المنجلية، ناتجة من عدم قدرة الخلايا الحمراء على توصيل الهيموغلوبين للأطراف. صحيح. وبالتالي اللزوجة هذه بتؤدي لتراكم الخلايا الحمراء في الأوردة والشعيبات الصغيرة هذه، وبالتالي راح يحصل ما يعرف بإنفاركشن أو عدم وصول الدم للجزء المرض. وهي ما تسمى باللغة العربية الأزمات الحادة. نعم. التي يعاني منها للأسف. صحيح. مريض الأنيميا المنجلية هو حقيقة هي المؤشر الرئيسي والعارض الرئيسي اللي نتعامل معاه ونحط البروتوكولات للعلاج. طبعا الأنيميا المنجلية هي تصنف من ضمن النوع الأول من الأمراض الوراثية، وهو ما يسمى بأمراض الخلل الجيني الواحد، يعني يحصل المشكلة في الجين. الجين طبعا محدد ومعروف، وبالتالي التعامل معه راح يكون بشكل سهل. الأزمات خلينا نأخذ المكالمة. السلام عليكم. الو. عليكم السلام دكتور، ايش حالك؟ الله يسلمك ويعافيك، حياك الله. يعطيك العافيه. الله يسلمك، تفضل اخويا. حبيت بس حبيت شو اسمه استفسر عن الأنيميا المنجلية، هل لها خص يعني الجلد ولا؟ عفوا ما اخذت السؤال، لها ايش؟ يعني اذا في مثلا حساسيه او طفح جلدي او تمام. من القبيل تمام. او حتى على الشعر، هل هذا لخص الأنيميا المنجلية ولا
لا ما له خص بالأنيميا المنجلية. إيش قصدك؟ قصدك عارض يظهر للمصابين بالأنيميا المنجلية تكون عندهم مشاكل جلدية؟ يعني مثلاً أم إنها أنا مسبب؟ مصاب بالأنيميا المنجلية. تمام. أوكي. تمام. إنزين فبعض المرات يعني يحصل لي مثل الحساسية أو مثل الطفح الجلدي. تمام. أو شيء كي نفس القشرة على الشعر. فهل هذا لخص يعني مثلا على جسم الأنيميا المنجلية ولا لا؟ تمام الحمد لله. خليني أسألك بنيجي لهذا الجانب، لكن خليني أسألك عن الأنيميا المنجلية. طبعا أنت مولود بهذا الشيء أخي الكريم صح؟ أنا من يوم كنت صغير يعني تمام. معاي الأنيميا المنجلية. تمام. وكم عمرك حاليا؟ تقريبا 35. الحمد لله. وهل مرت عليك الأزمات الحادة التي يعاني منها المريض؟ والله تمر علي يعني نوبات من يعني الألم ولكن الحمد لله يتم السيطرة. آلام المفاصل منها يعني مثلا أوجاع في الأكتاف. تمام. غير عن كذا الأمور الحمد لله طيبة. تمام. وعندك متابعة مستمرة مع الفريق الطبي المعالج. متابعة مستمرة مع الدكتور. تمام. الخاص يعني بالأمراض الدم. بارك الله فيك. وكذلك أنك أنت مخبرينك كيف تهتم في نفسك وكيف أنك أنت دائما تشرب سوائل على أساس أن جسمك دائما. نعم. تمام أخي الكريم. بالنسبة أنا ما أريد أحرق على ضيفي الدكتور مسلم، إن شاء الله بعطيه الفرصة يجاوب هل هنالك من ضمن الأعراض التي تظهر على المصاب بأنيميا الدم المنجلية مشاكل جلدية؟ شكرا وألف سلام عليك. مثل العرق دكتور لو بطول عليك، حتى مثل العرق مثلا تحسي دائما أن تكوني كسلانة أو مالك خلق مثلا تشتغلي أو من هالخبير. تمام بارك الله فيك. هذه مشكلة أن مالك خلق أنك تشتغل وما ترقد، كم صار لها عندك؟ والله هي بعض المرات يعني مش دوم دائم، بس بعض المرات يعني تجي يعني نوع من الفتور. ايه؟ او على فترات مش دائمه. تمام. ولما ذكرتها للفريق المعالج ليك ما قالوا لك شيء؟ والله اذا تبين الصدق وصراحه انا هالسؤال ما طرحت له اياه. تمام بارك الله فيك. اذا حبيت على اساس الكومنت وعلى ان شاء الله يعني عن اونلاين فحبيت اسالكم لا اكثر. تمام بارك الله فيك. واحنا بنغطي هذا الجانب وتفيدون غيرنا. تسلم بارك الله فيك. شكرا للمشاركه. السلام عليكم. دكتور ناخذ المتصل الكريم وسؤاله جدا جميل، وانا كثير فرحت انه عنده فهم كامل بالنسبه للانيميا المنجليه بحكم انها حاله مزمنه يتعايش معها الانسان. لكن ناخذ موضوعين، موضوع ارتباطها بمشاكل جلديه تظهر هذا واحد، والحاله النفسيه بحكم انها مزمنه. بالضبط. الحاله النفسيه طبعا هذا شيء متوقع، احنا دورنا في فتح بروتوكولات العلاج ان نحاول نخفف من هذا الشيء عن طريق الارشاد النفسي. بالضبط. يعني الدعم النفسي. اي بالضبط، الارشاد النفسي والدعم النفسي، كذلك التواصل مع الفريق الطبي المعالج. الفريق الطبي يعني من اي منطقه هو يعني يمثلها، وبالتالي من السهل تخفيف حده هذه الحاله. وطبعا الامراض المزمنه لها انعكاسات سلبيه. مساله الحساسيه طبعا احنا نعرف ان طالما الاشكاليه حاصله في الخليه الحمراء فراح تكون متاثره في جميع اعضاء الجسم. يعني عندنا مشكله راح تكون متوقعه في الكلى، عندنا مشكله راح تكون في الكوليثيسيس او الجول بلادر او المراره، طبعا العظام اللي هي تسوي الازمات الالم الحاده. لكن طفح جلدي او ما يعالج الحساسيه هذا لم ماله اي ارتباط اخي الكريم. هي الفكره ان احنا نركز على موضوع الازمات. احنا نعرف ان الطفل لما ينولد طبعا ما راح يبان عليه المصاب، اقصد لان باعتبار ان الست شهور الاولى راح يكون الهيموجلوبين الجنين اللي احنا نسميه اللي إف. يتكون من مجموعتين الفا وتحل مع الجاما محل البيتا، فلما يبدا اعتماد على الهيموجلوبين الكامل تظهر كل الاشياء. بالضبط. سواء ثلاسيميا سواء سكل سيل كل مشاكل لكن برامج لكن الدم. بتوفر العلاج الحين اللي حاصل او ما يسمى بالبروفلاكسس تريتمنت احنا ممكن نخفف من حده هذه الازمات. العلاج الوقائي طبعا احنا ذكرنا الازمات، احنا الازمه المشهوره اللي هي فازو كلوسيف كرايسيس اللي هي مثل ما تفضلتي تاثر على العظام. في ازمه ثانيه خاصه بالطحال اللي هي سيكوستريشن لما يحصل احتقان للطحال بتراكم الخلايا هناك. عندي ازمه التشيست سيندروم وهذه التشيست ممكن تؤدي الى يعني مضاعفات شديده لما يتم تداركها بالبدايه. كذلك عندي ازمه البلاستيك او فقدان القدره على انتاج الخلايا الحمراء. وعندي كذلك ازمه التكسر العام هيموليتيك كرايسيس. القضيه علشان دكتور اللغه كثير حسيتها ثقيله دخلت على اخواننا، خلينا نقول انه السبب الاساسي انه الهيموجلوبين الخلايا الحمراء. نعم. ما جايه بيضاويه سهله تتحرك، صارت منجليه يجيها اي شيء تتراكم. لكن وتمنع انا اريد اخفف من, من 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 الخوف لسبب بسيط، ان الامر من السهل التعامل معه وبرمجته عن طريق البروفلاكسس وعن طريق الزيارات المتكرره الوقاية. ولن راح يكون في سلبيات. يعني في
طبعا لم تجرى اي تجارب العلاج الجيني الى حد الحين، الناس مكتفيه بالنسبه للانيميا المنجليه. نعم. لكن هذا دكتور، هذا بالنسبة للعلاج الجيني، أنت فتحت باب أنا كثير حابة أنه صحيح. العلاج الجيني أنا أتوقع إن شاء الله هذا أمل المستقبل لكل هذا. المرضى المزمنة بالضبط، وهذا شيء تحدي في الجانب الطبي إن شاء صحيح. الله السنوات الجاية جايبت لنا أخبار طيبة بالضبط. طيب دكتور، يعني الناس تعاني مرضات مختلفة صحيح. الأمراض المزمنة أنا برأيي أنه هي ناخذها كحالة صحيح. لكن نتعامل معها بطريقة صحيحة نقدر بإذن الله نسيطر على التعقيدات المخرجات السلبية. نعم صحيح. وحتى نقلل بإذن الله عدد الحالات التي عدد المرات التي يعاني منها المريض بالضبط. اللي هي مثل ما تفضلتي في المقدمة دكتورة وقلتي على موضوع الفحص قبل الزواج أو الفحص بشكل عام، يعني القضية كلها إن بدأت الإشكالية في وجود الأنيميا المنجلية عند الحاملين. في الأزمان الغابرة كان في هجوم حاد للملاريا في منطقة أفريقيا والشرق المتوسط، وبالتالي كانت تحدث حالات وفاة شديدة، فحصلت طفرة ما يسمى بالناتشرال سيلكشن أو الطفرة الإيجابية، الاختيار الطبيعي، أي بأن يكون الشخص اللي حامل الأنيميا المنجلية الملاريا ما تقدر تكمل دورة حياته فيه صحيح. عشان يعيش الجنس البشري. الإشكالية بدأت لما حاملي الأنيميا المنجلية يتزاوجون من بعض، وبالتالي نسبة أن يولد طفل مصاب هنا بدأت تكبر. إذن القضية هو إجراء الفحص، معرفة الاحتماليات أو ما إذا كان أنت حامل أو شيء الحامل ما يظهر عليه دكتور، وهذا شيء اختياري أنا طبيعي. أتوقع دكتور طبيعي. وراح يساعد كثير صحيح؟ راح يساعد كثير، ولكن إن حصل يعني أن صار أن تزاوجوا مثلا اثنين حاملين الأنيميا المنجلية، هناك عدة حلول ممكن صحيح. هي صعبة صحيح. هي مرهقة متعبة مكلفة، ولكنها موجودة صحيح. ويجب أن نذكرها، وممكن تشخيص هذه الحالة في الشهور في الأسابيع المبكرة والشهور الأولى. نعم، من الحمل عدة التقنيات الحديثة، احنا ما راح ننتظر لحد 6 شهور وغيره إذا حصل، ولكن الأجهزة الموجودة حاليا في المستشفيات اللي هي أجهزة HPLC صحيح. حتى السوليوبيليتي تيست هذا اللي موجود في المراكز مجرد المرونة حتى بالضبط يساعد كثير صحيح. احيانا دكتور احيانا انت تعطي نصيحة اللي هي قبل الزواج او ارشاد وراثي تكون النتيجة مش واضحة، بأن يكون في هيموجلوبين اخر مصاب مع الأنيميا المنجلية، هنا نحتاج نعمل ما يسمى بالتحليل الوراثي الجزيئي من اجل اعطاء النصيحة الصحيحة اللي راح يبنى عليها قرارات مستقبلية صحيح. دكتور اول شيء كلامك كلش بالفعل جميل، وموضوع انا كثير ارفع ايدي معك موضوع الفحص ما قبل الزواج بالضبط. هذا كثير انا كثير يهمني واحس انه بالفعل هذا شيء حلو نسويه نجرب، يعني احنا ما بنخسر شيء مجرد ان احنا نطمئن انه خلونا من الامراض الوراثيه صحيح. ومن ضمنها مرضى الدم الوراثيه، خلو الطرف الثاني من هذه المرضى ان شاء الله، ولو لا قدر الله كانت موجوده اقل شيء الشجره الوراثيه تكون حددت وبالتالي الاختيار بعد ذلك مفتوح صحيح. احنا انا يعني دكتور احنا تجربتنا في عمان مختلفه، احنا حقيقه نراهن على موضوع الوعي والتوعية والتثقيف، لن يكون هناك ناتج إيجابي ما لم تهيئ الأرضية قبل عن طريق نشر الوعي والتثقيف الصحي صحيح. وإحنا طبعاً إحنا يعني نفتخر إحنا كعمانيين إحنا نتلقى المعلومة الصحيحة ونبحث عنها صحيح. يعني الحالات اللي تجي والعوائل اللي يزوروني في المركز تلقاهم شغوفين بمعرفة ويريدوا فعلاً يعرفوا إيش اللي ممكن يصير والاحتماليات، لدرجة إحنا دخلنا تقنيات جديدة في الإرشاد الوراثي في المركز. ناخذ المكالمة. أيوة. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. حياك الله أختي الكريمة. أهلين دكتورة. حياك الله. والحمد لله بخير. تفضلي حياك. سؤال. تفضلي حياك الله. تفضلي. بس بغيت أعرف هل G6PD اللي هي نقص الخميرة في مجال إنها تتحول إلى أنيميا منجلية؟ لا، بس أنا ما بعطي للدكتور الإجابة، لا طبعا هذا وهذا كل واحد غير، يعني قصدك G6PD يتحول إلى أنيميا منجلية؟ أيوة. لا عيوني لا لا لا. طيب ليش سؤال؟ طيب هذا السؤال ولا عندك أسئلة أخرى؟ هذه فقط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام حياك الله. أقول لشيختي ممكن أستفسر عن أعراض هذا المرض الأنيميا المنجلية؟ تمام إن شاء الله حاضر. شكرا. حياك الله. شكرا أختي. سؤال لا على اساس ما نلخبط احنا اخواننا أيه. بالعكس احنا نريد لما نتكلم ونوعي باذن الله تكون الموضوع صحيح. سلم خبرني احنا عندنا مرافض الدم الوراثيه 3 أيه. غير عن 3 زايدات بس المنتشره في الصوره المعروفة اكثر المعروفه. نعم 1 انيميا منجليه
انيميا البحر الابيض المتوسط اللي هي الثلاسيميا ومرض نقص الخميره والمرض الفولي. ولا واحد ولا واحد ينتقل من الثاني ابدا ابدا لانه كل واحد ليه لان نقص الخميره هو مرتبط بجنس المورث صحيح بينما ذاك من امراض متنحيه بس كنا نفضل لو نعرف معلومات اكثر على العموم انت جاوبتيها دكتوره فعلا لا يوجد رابط او انتقال كذا طيب خبرنا عن الاعراض كيف تظهر اي احنا مثل ما قلنا انه بعد 6 شهور من العمر بالذات لما يروح الهيموجلوبين الجنيني ويبدا الاعتماد على الهيموجلوبين الاصلي هنا تبدا الازمات واول ازمه تظهر معه ما يسمى هي نتيجه برضو الفازوكليوسيف داكتيلايتس يحصل تورم في اليدين وفي الرجلين مع الام شديده هناك نبدا نحس ان قد يكون هذا الشيء ثم نقرا الفحوصات وندخل في المجال الاخر. طبعا كل الاجهزه معرضه ان تتاثر مع الزمن احنا قلنا البلمونريا والصدر احنا قلنا الكلى خفف شوي لغه الطبيه الله يخليك الكبد تتاثر المراره تتاثر يعني اجهزه الجسم كله وطبعا اخطر شيء موضوع الستروك او صحيح. اللي يحصل انه مثلا يحصل زي انسداد في الدماغ لنفس الفكره هي الفكره عباره عن زياده اللزوجه عدم قدره الخلايا الحمراء بمرور الشعيرات وبالتالي كل الاعضاء في الانسان متوقع انها تتاثر وان شاء الله ما توصل لهذه المرحله والحل ذكرتيه دكتوره هو الاكثار من شرب السوائل بالنسبه للمصابين مع اخذ الادويه اللي احنا نوصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مساك الله بخير يا دكتوره مساء النور حياك الله كيف حالك طيبين الحمد لله الله يسلمك ويعافيك كيف حالك انت ان شاء الله طيب الحمد لله بخير حياك الله تفضل الله يفضل عليك اللهم امين انا بغيت بالنسبه طبعا ايش توجيهكم للمريض بالانيميا في حالة الزواج طبعا في ناس كثير يعني تمتنع عن هذا صحيح ما توجيهكم وبالنسبة للوقاية كذلك بارك الله فيك بارك الله فيك والله سؤال جميل جدا ان شاء الله صحيح. تسلم دكتور احنا طبعا في هذا الموضوع الاختيار طبعا هذا يروح للاطراف المسؤوله عن هذا الموضوع نعم. اللي هم الفاحصين ايوه من الناحيه الطبيه لو لا قدر الله طلع هنالك شخص مصاب ونسبة الإصابة مصاب بارك الله فيك يعني حامل للجين حامل عفوا وتم كذلك الفحص على الطرف الآخر وظهرت نسبة إنه مش حامل أو ظهرت نسبة إنه حامل سوينا الشجرة وحقيقة يعني هي احنا معروف لو تزوجوا مثلا اثنين حاملين نسبة الإصابة تكون 25% بمعنى إن من كل 4 ولادات واحد مصاب لو تزوج مثلا شخص مصاب وواحد سليم واثنين حاملين أي بالضبط يعني هي ينطبق عليها نفس اللي ينطبق على الوراثة المتنحية يعني مصاب مع سليم راح يكونوا كلهم حاملين مصاب مع مصاب راح يكون كلهم مصابين هناك بعد في إشكالية ثانية هو ممكن يحصل الجمع بين الثلاسيميا والأنيميا المنجلية هنا يعني قد يظهر الطفل المصاب إما حامل للأنيميا المنجلية أو مصاب للأنيميا المنجلية اعتمادا على وجود سلسلة البيتا هذه احنا اللي نطلق عليها في الفحص المولوكولر جينيتكس أو الوراثة الجزيئية البي بلس أي وجود كميات البيتا تحول إلى حامل يعني هو عنده ثلاسيميا لكن أعراضه حامل للأنيميا المنجلية هذه الأربع الاحتمالات المعروفة للأنيميا المنجلية أنا بس أحب أوصل رسالة إن يعني أي حد عنده في العائلة مثلا أو سمع حتى لو كان سليم يعني عند أنيميا المنجلية أقرب مركز صحي يتوجه صحيح وسوء الخدمة موجودة أعطينا نصائحك دكتور بالنسبة للمصابين المصابين يجب الالتزام من بداية التشخيص بالبروفلاكسيس تريتمنت اللي هي البنسلين اللي تعطى اللي هو العلاج الوقائي الذي نعم. يؤخذ ولو حتى ما عنده اي مشاكل طبعا صحية. لان هذا راح يخفف عليه الازمات لان ما احنا ما ندري الازمه القادمه وين بتكون احنا عندنا الجلطه الدماغيه عندنا الامراض الصدريه اللي هي تشيست سندروم وغيره كذلك يجب ان يعلم ان في مرحله من مراحل الطحال طبعا اللي هو الدور في المناعه راح يتاثر ويفقد وظيفته وبالتالي لازم ينعرض له على جدول التطعيمات صحيح الحين هذا ادخلناه جديد طبعا في ادويه جديده تم استخدامها اللي ادويه الهيدروكسيوريا وهذه جدا مفيده ترفع الاتش بي اف او هيموجلوبين الجنين وبالتالي تقلل فرص حدوث الازمات بمعنى بالمختصر البروتوكول مختصر انه تكون هنالك استمرار مداومه مع الفريق الطبي هذا 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 لب الامر دكتور مسلم شكرا جزيلا على هذه المعلومات الطيبه اتمنى اخواننا واخواتنا ان بالفعل ان شاء الله استفادوا منها ان شاء الله شكرا دكتوره واشكر التلفزيون السلطان عمان على الاستضافه شكرا بارك الله فيك اخواني واخواتي شكرا جزيلا وأتمنى إن شاء الله أنه الموضوع اليوم نال على استحسانكم طبعا لاحظت أنه كثير كمية المكالمات اللي جاية وهذا يدل على أنه بالفعل هذا الموضوع كثير يهم الناس أنها تسمع عنا إن شاء الله على أمل لقاء معكم وحلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله والسلام عليكم